صباح الخير خوتي اخواتي عزيزي، كنتمنى كل شيء يكون بخير على خير وصحه جيده. المهم لقيتو عندنا دابا الساعه 9:30 ديال الصباح، انا فيقس مع الساده الصباح باش نمشي نقري. يلا ساليس كما كتعرفوني كنقري اللغه العربيه والانجليزيه. المهم هذا الفيديو هذا بغيت نعاود فيه القصه ديالي ديال كيفاش مشيت من المغرب لتركيا ومن تركيا لاندونيسيا. انا نعاودكم كل شيء. المهم اخوتي انا ولدت تاونات وقريت فاس، قريت في الجامعه ديال فاس. المهم قريت واحد عامين تما وانا كنقرا، فاش كنقرا كنخدم السيمانه كلها، يعني كنقرا من الاثنين حتى الجمعه، والسبت والحد كنطلع نخدم. راك عارف كتسوبي راسك باش عاوتاني تعود تقرا عاوتاني. كذلك بقيت على عامين بحال هكا، عامين يعني قرا من الاثنين الجمعه طلع، من الاثنين الجمعه رجع بحال هكا تما تخدم على راسك عاوتاني حود عيط. فهمتي؟ قلت كنشوف راسي غادي نضيع راسي في داك المغرب وغادي نقرا في الاخر ما غنوصل والو كما بزاف ديال الدراري. يعني قرا وصلوا وخداو الدكتوراه حتى هما خدامين موالي قاس في داك البلاد. الله يسهل على كل واحد، الله يسهل على الجميع. المهم اخوتي جاتني الفكره باش نمشي لتركيا. اول مره دخلت الفيسبوك قلبت على الكره، كطلعت لي واحد الاكاديميه ديال كره القدم في تركيا هي هذيك. صيفطت له ميساج هضرت معاه، جاوبني واحد السيد سوري، وداك السيد سوري دوز لي واحد الدري مغربي لما جبت سميتو عقاش ما طلعش راجل وطلع غير نصب. حتى هو كينصب على عباد الله ونصب على بزاف ديال الدراري. اللي كيعرفني راه اللي كيعرفني وكان معايا في تركيا راه يعرف شنو كان يعني بهذا النصب. يعني الاكاديمي اللي كنت فيها اخوتي فيها نصابه بزاف، وفيها المغاربه وفيها السوريين. يعني السوريين كيجيبوا المغاربه والجزائريين والتونسيين كينصبوا عليهم حتى اللي كيطردوهم من الشارع. راه اسامه عارف هادشي، اسامه ناس لطيف الدري صاحبي لطيف في الجزائر. واسامه الله يسهل عليه، راه هو دابا في ايطاليا الله يسهل عليه. وصاحبي انس راه في المغرب، تحيه لك خويا انس البسيطي رجوله. المهم اخوتي قطعت التيكيت ديال الطياره، تقريبا التيكيت ديال الطياره واحد 60,000 اللي قطعت انايا. المهم دابا قدرت تلقاها غاليه من المغرب لتركيا، تلقاها غاليه، تلقاها شي مليون دابا ولا مليون و 100,000 ولا بحال هكا. المهم انا اخوتي خويت المغرب 2019 خويت المغرب توجهت الى تركيا. المهم هادي قطعت الطياره اخوتي انا والدري صاحبي حسن الشرعي، تحيه ليه حتى هويا. كما كيعرفوني الدري انا لاعب ديال الكره وكنبغي الكره بزاف، وكواري عندي في رجلي والحمد لله. راه غادي ندق بدقه وان شاء الله غنوصلوا، ما بقاو نوصلوا حتى حنا نوليو جوار بروفيسيونيل في الدرجه الاولى ان شاء الله. المهم اخوتي ما نطولش عليكم، غادي نكمل لكم. هي هذيك اخوتي قطعت الطياره انا والدري صاحبي حسن، طلعنا لطنجه. طلعنا لطنجه حقاش قطعت انا في المطار يا ابن بطوطه. طلعنا لطنجه اخوتي جلس مع الخوادريه، تحيه اختي هناء ماتش لو فور يو. طلعت هي هذيك جلس مع اختي هناء واحد نهار بحال الغدا عندي التيكيت ديال الطياره. اليوم طلعت لطنجه هي هذيك، جلس ارتحت انا والدري صاحبي حسن فرحاني. راك عارف واحد الفرحه واحد الفرحه زوينه ملي كنحس براسي خارج من المغرب وغادي نمشي تكون حياتك وتكون لعائلتك. راه بزاف ديال الدراري اللي تزوجوا في اوروبا وحتى في اسيا تحت هنايا في الدوله الاندونيسية الله يسهل عليهم. يا ديك اخوتي كنت فرحان بزاف واحد الدرجه اللي كبيره، والوليده مسكينه صبرت معايا. راه اخوتي تقريبا اللي خسرت انا واحد 3 مليون بحال هكا اللي خسرت. وفي التالي يعني في تركيا راك عارف الدراري اللي عايشين في تركيا واللي مشاو لتركيا ورجعوا بحال من البلاد، راه عارفين الدعوه كي دايره في تركيا والحياه. يعني الحاجة كدور اخوتي نصابه، كتلقى مغربي كينصب عليك، سوري كينصب عليك، وراه كتلقى مشكل في اللغه، ما عندكش اللغه اول حاجه غادي ينصب عليك. وثاني حاجه انت غريب ماشي بلادك هذيك اول مره غادي تمشي ليلى. وثالث حاجه ما كتعرف حتى شي حاجه فيها، والخدمه خدمه موجوده في تركيا. انا جايكم اخوتي للخدمه، الخدمه اللي كنت كنخدم متامل انا والدري صاحبي اسامه. اسامه راه عارفني وراه حاس بيا. المهم اخوتي هادي قطعت مشيت لتركيا. وصلت المطار كنصوني على داك الدري مغربي ما كيجاوبنيش، فهمتي؟ بقيت كنصوني نصوني نصوني والو اخوتي والله ما بغى يجاوبني قسما بالله. عاود صونيت بدات النمره، كان واحد السيد مغربي هو ومراتو ووالديه، مشى داها من تركيا باش يساريه. ما عرفتش نقطه اخويا لمو كان ممكن، انا راه اول مره غنجي لتركيا وغريب هنا وما كنعرف والو، والمطار كبير اخوتي في الصبيحه راك عارفين اللي كاين. خرج ما لقيت حتى شي واحد. المهم داك السيد قلت له اخويا عطيني نظر، عطيني نصوني على السيد، راه انا غريب هنايا اول مره غادي يجي وما عارف والو، الدري صاحبي راه كيتسناني هنا بغيت نصوني عليه. يا ديك اخوتي صونيت عليه هو يجاوبني من النمره ديالي، ما بغاش يجاوبني ولكن من النمره ديال السيد الاخر جاوبني، فهمتي؟ قلت له خويا راني هنايا راني وصلت هذه ساعه وانا باش وصلت وكنتسناك وراني عيان وخصني نعاس وكذا 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 وكذا، راك عارف القضيه. يا دي خرجنا
خرجنا من المطار لقينا الطوموبيل كبيره، الطوموبيل اللي كتستقبلك حتى المطار هي هذيك من المطار الاكاديميه خوتي، تقريبا واحد ساعه بحال هكا ولا 30 دقيقه والدراري عارفين اللي كاين هي هذيك اخويا. داكشي اللي كنت كنشوف في الفيسبوك وفي الصور كتبان لك يعني البلاصه فيها النعاس زوينه والونطريمو والماكله زوينه وهادي، ولكن اخويا تفاجات ملي وصلت الاكاديميه، دخل داخل لقيت اخويا فهمتي بيت واحد الدراري، بيت واحد فيه ناعسين فيه تقريبا شي 6 ولا 8 وطواليت وحده، والماكله اخوتي الماكله ما مجيش، كنا كنترينيو قبل الماكله يعني كتريني كنوض الصباح كنمشي التريني مع داك 8 ولا 7 ونص كتوجد راسي مع 7 ونص 8 كنمشي التريني، يعني اخوتي الماكله ما كداكلش الصباح يعني كنمشي التريني نتعين والحراره والشمس والعافيه، راه الدراري عارفني علاش كنهضر اللي كانوا معايا في الاكاديميه. المهم اخوتي ما كناكلوش كنترينيو كنسالو مال 10 كنرجعو كناكلوش، كناكلو اخوتي قسما بالله كناكلو بيضه واحد الخبز سوري وشي جوج ديال واحد شويه ديال العسل واحد كاس ديال اتاي كاس ديال التركيين. المهم سمحوا لي المدير دايز ماشي علاش حبست الهضره. المهم اخوتي نكمل لكم، هي هذيك الفطور ما مزيانش اخوتي والغدا ما مزيانش والعشاء ما مزيانش، يعني بعد مره كنا كنعسو بلا ماكله قسما بالله اخوتي ما نكذب عليكم، ملي كتهضر مع داك السوري كيقول لك صبر صبر صبر، وكانوا الدراري كانوا مغاربه كيجيبوا خوتهم لداك السوريين باش يسنيو لهم فرقه قسما بالله، والدراري اللي غايشوفوا لي كانوا معايا في اكاديمي راه عارفيني علاش كنهضر، وبلا ما نسمي داك الدري اللي كان كيجيب خصو كيعطيها السوري باش يناسلو معاه باش يسنيو معاه فرقه. المهم علينا، هي هذيك اخوتي دوزت معاهم واحد 4 شهور بحال هكاك صافي عيس، ولعبت واحد الماتش والفرقه بغاتني فهمتي، واحد الفرقه بغاتني بغاتني انا، لعبنا اخر ماتش والفرقه بغاتني وبغات تسني معايا، ولكن داك السوري يعني صيفط واحد الدري مغربي لاخر كيما قلت لكم اخوتي هذاك اللي جايب خصو باش ينعسلو معاها سنالو مع داك الفرقه، وداك الرئيس ديال الفرقه بغاني انايا، فالدراري ماشي زعما تفخم براسي الحمد لله راني كويريج وعندي في رجلي وعندي ما نقول اخويا، كنهضرو داخل التيران ماشي خارج التيران، الدراري اللي كيلعبوا معايا وعارفين. التحيه للوفاق تاونا، التحيه لاتحاد تاونا، هادو الفرق اللي كبرت فيهم وتربيت فيهم وعلموني الكره. المهم اخوتي هي هذيك جا عندي قال لي واش عندك الاقامه، داك الساعات قلت له يلاه جيت ثلاث شهرين صافي درت بلاصتي، بزاف ديال الفرق فهمتي بغا يسني معايا ولكن هو مابغاش يصيفطني يعني صيفط واحد الدراري الاخرين. المهم اخوتي هي هذيك ملي هضرت مع قلتو علاش ما صيفطنيش انا، ورا الرئيس بغاني انايا داكشي اش اخوتي تعلموا اللغه، شو الدراري تعلموا اللغه، تعلموا اللغه راه مهمه قسما بالله تعلموا اللغه الدراري. انا ملي مشيت لتركيا ما كنتش كنهضر لا لونغلي لا والو، الحمد لله دابا تعلمت نهضر لونغلي وتعلمت اللغه الاندونيسيه حتى هي كنهضر بها الحمد لله، فين مشينا جايب راسنا الله يخلي لنا والدينا والله يطول لهم في العمر. يا المهم الدراري سمحوا فينا في واحد الخربه تما، سمحوا فينا في واحد الخربه حق السكن ديال الاكاديمي كاين بلاصه وحده اخرى، حنا سمحوا فينا هذوك اللي غيجريو عليهم من تسالات المده ديالهم مابقاش عندنا فلوس، سمحوا فينا بواحد الخربه عند واحد السيد تركي يدار فينا خير خلانا مسكين تمايا صافي. ومن بعد خرجنا كرينا انا والدري اسامه انس لطيف مهدي فاروق، المهم هذوك كرينا اخوتي واحد الدار عند واحد الجزائري، وداك الساعات ما كنتش كنعرف والو كره الدنيا وطالع لي الدنيا في راسي واش غندير دابا وخسرت الفلوس، وراك عارف خسرت الفلوس كتفكر في والديك وهادي صافي. انا والدري اسامه قلت له اخويا اسامه ندبروا خدمه على راسنا ما كاينش خدمه جو بحالنا للمغرب، هي ديك اخوتي خرجنا نهار في نهار خرجنا لقينا خدمه صافي، بقينا كنخدموا راك عارف كتخدم من 8 الصباح حتى 8 د العشيه، الاوقات الاضافيه يعني كنخدم من 9 ديال الليل ل 5 الصباح كذلك اخوتي، ضربت 3 سنين كلها وانا خدام الخدمه عيط صافي. المهم انا جايكم كيفاش مشيت لاندونيسيا، اندونيسيا اخوتي كيفاش مشيت ليله تعرفت على واحد السيده بلا ما نسمي السميه ديالها، تعرفت عليها يعني ولات كتبغيني لاباس عليها لاباس عليها كيمجوجها فهمت، هي اللي جابتني لا قطعت لي التيكيت ديال الطياره يعني كرات لي دار، اول مره ملي جيت في كورونا جلست 7 ايام في الاوتيل كورونا. المهم داك السيده خوتي الله يكثر خيرها والله يطولها في عمرها اللي يخليها والدين، ما بقيتش كنهضر معاه اش يبغى يتزوج بيا وانا باقي صغير ما نقدرش نتزوج بوحده اللي ديجا مزوجه وعندها الاولى وخا لاباس عليها ما كيهمنيش فلوس انا كيهمني يعني كيهمني نفسي انايا ما كتهنيش نفسي نمشي نتزوج شي وحده اللي ديجا مزوجه وعندي فهمتي مزوجه ومطلقه. المهم كانت كتصرف عليا كانت كتعطيني فلوس تشري لي حوايج بزاف ديال الحوايج صافي، تسمح لي ما نقدرش نبقى معاك وصافي تفارقنا انا وياها، وهاد السيده اللي بحال الوالده ديالي الدراري اللي صارجوا الفيديوهات اللي دازوا راه يعرفوني داك لا ما كنهضر هاد الميمي، هي هذيك اخوتي جيت جلست 7 ايام اللي خرجت بقيت كنلعب كره هنايا هنا لهي صافي، يعني شافوني بزاف ديال الناس عجبتهم غايسنيو معايا، ولكن اخويا الدرجه الثالثه انا ما بغيتش نلعب الدرجه الثالثه فهمت اخوتي، يعني الدرجه الثالثه هنا
ما كيلعبوا لا كره الاول الهرا هو صافي كتدخل داخل التيران كتدبز مع مع عباد الله صافي باش يلعب الدرجه الثالثه. والكره في اندونيسيا اخوتي يعني كره سهله واي واحد يقدر يلعب ماشي شي حاجه صعيبه. لو بغيتي تلعب هنا راك لعب هنا. المهم انا جايكم اخوتي قبل ما نجي لاندونيسيا قطعت الطياره مره الاولى ومشيت للمطار وما خلونيش نرجع على الدوني. داك الساعات في كورونا قطعت الطياره بمليون اخوتي قسما بالله. راه دري اسامه صاحبي راه عارفني اش كنهضر وعاش معايا الاجواء ديالي. يا ديك اخوتي قطعت الطياره النهار اللي غاجي نهار الطياره شديت الكار مشيني لبلاد المطار الصبيحة. ملي وصلت اخوتي ملي وصلت عندي الفاكسين غير واحد هما طالبين جوج. يعني داك الساعه في كورونا كان دراك وقيته ديال كورونا الفاكسين طالبين جوج الا بغيتي تسافر الدراري. المهم هذيك وصلت حتى الاخر نقطه الاخر باش ركب الطياره باش نمشي وحبسوني ما خلونيش ندخل. قال لي انت عندك الفاكسين غير واحد خصك جوج. رجعت اخوتي رجعت طالع لي الدم قلت ما عندي سهر علاش هكا كيوقع لي وانا ديما فين كنبغي نسافر كتعكس لي صافي بقيت كنشوف قلت الحمد لله على كل حال كل خيره فيها وخيره اخوتي وخيره فيها خير عفوا. المهم اخوتي رجعت خدمت عاوتاني بقيت كنخدم درت مع داك السيده عاوتاني قطعت لي التيكيت مره ثانيه اخوتي باش هي عندها الشركه ديال السفر كنمشي للعمره كنمشي لاوروبا بزاف ديال الحوايج عاوتاني قطعت لي مره ثانيه اخوتي مشيت للمطار عاوتاني جوج نوقع لي مشيت للمطار الدراري عاوتاني باش نركب باش نمشي قالوا لي انت عندك هي جوج ديال الفاكسين خصك ثلاثه. يلا اخوتي شوف انا مرت كي داير قسما بالله قال لي خصك ثلاثه الا بغيتي تسافر. جانا الدراري دينا الفاكسين مع واحد الدري تونسي مسكين كان واقف معايا الله يكثر خيره الدري التونسي راه في هولندا دابا الله يسهل عليه. يا ديك الدراري رجعت قلت في اخر ماشي مشكل نصبروا دابا يجي الفرج ان شاء الله. يا ديك الدراري رجعت عاوتاني بقيت كنخدم خدم شي 3 شهور ولا 4 شهور عاوتاني قطعت على حساب باش يخرج لي الفاكسين كيتعطل شويه. عاوتاني قطعت لي الطياره ومشيت الدراري قطعت لي الطياره ومشيت باش نركب ورجعوني. قال لي المطار في اندونيسيا راه سدو على حساب كورونا كانت مرتفعه بزاف هنايا والناس بزاف تصابوا. قلت يا الله علاش هادشي كيبقى لي وهذه ثلاثه مرات بغيت نسافر كيرجعوني فهمتي. والحمد لله كنقول كيبقى نشوف كنقول الحمد لله دابا جينا اللي غنسافر داك البلاد. المهم اخوتي رجعت عاوتاني بقيت كنخدم خدم تمارا نوض الصباح 8 الصباح رجعت حتى 8 د الليل بعد ما كنت كنخدم 9 د الليل 5 الصباح بقى القفوم الدراري الصبار راه اوروبا ولا اسيا كطلب الصبار الدراري وخصك تكون ولد الناس وداخل سوق راسك والله ما يخصك حتى شي خير. المهم اخوتي هي هذيك المره الخامسه صافي قطعت تيسرات مشيت وسط المطار تلاقاتني السيده هذيك اللي عاودت لكم عليها تلاقاتني خداتني من المطار للوطيل تقريبا 35 دقيقه وسط المطار هي هذيك وسط الوطيل دخلت خيت الراحه قلت الله الحمد لله ارتحت من التماره ديال تركيا. ورا الدراري اللي عايشين في تركيا راه عارفين اش كنهضر كنخدم في شركه ديال الحوايج ديال الصبابات ديال التقاشر ديال هذه راه تماره اخوتي قسما بالله الله يسهل على كل واحد والله الله يكون معاهم اخوتي. المهم دوزت داك 7 ايام بخير وبخير في الغرفه ديالي ما كنخرجش الدراك عارفين ملي كان كورونا هنا كيسدوا عليك في الاوطيل ما كتخرج ما ولا كيجيبوا لك الماكله كيصبنوا لك حوايجك ثلاث مرات جوج مرات في السيمانه. المهم لاي حاجه بغيتيها كيجيبوها وداك السيده كتنهار ليا فيا يعني كتجيب لي كلشي اي حاجه كنت كتشريها للدراري وقسما بالله اي حاجه كنت كتشريها لي كتجيني حتى للوطيل. المهم اخوتي دوزت داك 7 ايام في الوطيل بخير على خير وفرحان الحمد لله خص ربي سهل عليا وتهنيت شويه التماره ديال داك تركيا والحمد لله ارتحت وخرجت الدراري مشيت عند الدري هاد الميمه ديالي الثانيه ميمي بحال الام ديالي كنعتبروها بحال الام ديال الثانيه اللي سهل عليها هي اللي كانت معايا اخوتي. يعني تقريبا انا عام وخمس شهور في هاد البلاد هنايا وعام وخمس شهور وهي ديما في جنبي ديما واقفه معايا ملي كنحتاج شي حاجه كتوقف معايا الاوراق حسب الاوراق ديالي الفيزا ديالي الكونترا ديال الخدمه الكونترا ديال يعني ديال الشوتينغ اللي عندها شي جلسه ديال التصوير يعني هي كتعقش هي المانجر ديالي. المهم اخوتي خرج بقيت كنلعب كره هنا وهنا كديني هاد السيده هادي كتوقف معايا كديني لاي بلاصه بغيت نمشي ليله وراك عارف هي مشهوره هنايا وبنتها كتلعب مع المنتخب هي هادي بقات واقفه معايا وراك عارفين الدراري انا بغيت نلعب كره صعيبه واحد شويه ماشي سهله بزاف ديال الدراري كيسولوني اخويا كيفاش نلعب الكره تما اخويا كيفاش ندير بغيت نجي لهنايا خويا بغيتي تجي لهنا في هذا الوقت كيطلبوا لك الفيزا الا بغيتي تجي لهنا كيطلبوا لك الفيزا الدراري واخا اندونيسيا بلا فيزا ولكن ملي كتوصل المطار كيطلبوا لك الفيزا يعني ضروري يتعقدوا معك واحد شويه. المهم اخوتي انا جايكم المده ديالي قربت تسالي هنا الدراري قربت تسالي هنا الدراري المده ديالي تقريبا دوز هنايا واحد
واحد ربع شهور ولا خمس شهور صافي المده ديالي 3 سنين خرج بحالي. وانا الدراري المشكل اللي درت جيت لهنا وما كنعرفت حتى شي حاجه، والمشكل ديالي تسرات لي الفيزا وصافي وما لقيتش باش نخلص فيزا الدراري، ودوز عام دي انا غير قانوني، عام وانا غير قانوني في اندونيسيا الدراري، وتسالى لي الباسبور. شوف الدراري الفيزا تسالات وماشي قانوني في هذه البلاد، وعام ماشي قانوني والباسبور ديالي تسالى، وداك الساعه بديت من جديد صراوت باسبور جديد والفيزا جديده. والدراري باش صراوت الفيزا هذا المدير ديال المدرسه اللي خدام دابا عنده الله يكثر خيره، حقاش انا استاذ هنا اللي كنقري، الله يكثر خيره الله يجعل متواجدنا ان شاء الله يا رب العالمين، حقاش الانسان وقف معايا عمري ينسى له خير قسما بالله. هو الدراري الباسبور ديالي اللي جديد هو اللي خلصوا لي، هو اللي خلص لي فيزا باش نخرج ونخرج ونرجع باش يطلبوا لي فيزا جديده. مشيت لماليزيا الدراري دوزت واحد 3 ايام تمايا ولا يومين، الدراري اللي صحابي راه اللي وصلت لماليزيا راه هضروا معايا صنعوا ليا قالوا لي نتايا تمرين في ماليزيا دابا راك عارف واحد القانون اللي كتسالى في المده ديالك الدراري هنايا خصك تخرج لشي بلاد قريبه باش ترجع بفيزا جديده. هادشي اللي درت اخوتي، مشيت للمطار قطعت صافي، وصلت المطار ديال ماليزيا تخوت دفعت هادي شدوني ايميغريشن شدوني قالوا لي ما يمكن لكش تدخل. I said what the fuck, oh my god what happened to me. لا شت شي كيوقع لي انا في مشيت للبوليس عادي الايميغراسيون في تركيا هنا في اندونيسيا، قلت ماشي مشكل الحمد لله عندي اللغه كنضرب الانجلي واللغه الاندونيسيه حتى هما في ماليزيا تقريبا اللغه متشابهه الدراري كيهضروا بالاندونيسيه. صافي دخلت هضرت معاه، قلت لهم انا جيت غير ترانزيت هنايا وغنرجع بحالي غدا وهادي. قالوا لي يعني علاش غير نهار واحد وشنو جيتي دير هنايا وعلاش خويتي اندونيسيه، دري بزاف ديال الاسئله. تما جيت هنا غير ندير ترانزيت وصافي وراه غادي نرجع. والبوكينغ ديال البوكينغ ديال لوطيل وهادي التيكيت الي روتور وهاللوطيل سميت لوطيل اللي انجلس فيه وغادي نرجع صافي. طبع لي اخوتي داكشي اش قلت لكم خصك تعلموا اللغه، تعلموا اللغه الدراري اللي ما عندوش اللغه باغي يسافر غير يلقى مشكل. المهم صافي مشيت لوطيل دوزت داك يومين ثلاث ايام رجعت الدراري، رجعت لاندونيسيا عاوتاني شدوني الايميغريشن ديال اندونيسيا شنو كنت كدير في ماليزيا وفين هو الباسبور الجديد ديالك، حقاش باسبور جديد ما ديتوش معايا هنايا، وفين الباسبور الجديد ديالك وعلاش الباسبور هذا جديد وعلاش ديالك ديبورتاسيون ان يور باسبور وكذا. قلت لهم حق راني كنت مخالف هنايا وراني خلصت المخالفه ديالي. الدراري المخالفه باش خلصتها تقريبا شي مليون، الدراري مليون ونص باش خلصت المخالفه ديالي، حقاش راني عام وانا مخالف ما مخلصش، وكل نهار وكل نهار وكل نهار كيتزاد عليك مليون، مليون اوروبيه ديالهم ماشي مليون مغربيه ديالنا، مليون اوروبيه ديالهم يعني مليون مليون مليون. صافي اخوتي توصلت المليون. المهم دري صاحبي في فرنسا اللي كثر خيره هو اللي دبر لي الخدمه هذه الدراري، عيط لي قال لي راه طالب الاستاذ بغيت يجي يقرينا. قلت واخا ماشي مشكل انا خمس شهور وانا هنايا يا ديك جيت الدراري هضرت مع المدير جيتو صريح قلت راه عندي مشكل وهادي وراه ما نقدرش نقري دابا. قال لي ماشي مشكل حقاش هو مشهور الدراري هنايا والرئيس ديال اندونيسيا صاحبه هو رجل بوليتيك مان يعني رجل سياسي وبزاف ديال الناس كيعرفوه معروف الله يكثر خيره. وقف معايا وقف معايا وقفه ديال رجع قسما بالله الدراري والله العظيم الله يكثر خيره. وما هذه جيت الدراري خدمت انا خمس شهور الماكله فابور اللي هي انايا everything is free ماكله فابور، البلاصه فين نسكن ما كنخلص لك راه لوسه في المدرسه حتى هي فابور، واي حاجه بغيتها كيجيبوها لي الدراري. داكشي اش قلت لكم الصبر الحمد لله ربي سهل علينا وبالرزاق ديالنا وما خصنا حتى خير والله مالك يعني ضروري غتعاني في الاول الدراري اي واحد راه غيعاني في الاول، ولكن الا بقيتي كتصبر شويه بشويه شويه بشويه ربي غيسهل حتى شي حاجه ما كتجيب الزربه يعني اي حاجه كتطلب الصبر الدراري. وداك العائله اللي كنت عايش معها الدراري في جاكرتا الاندونيسيا جاكرتا عفوا اللي كنت عايش معها في جاكرتا عام وانا ساكن معها عرفتي الدراري ماشي كنشكر فيهم ولا شي حاجه راه ما غايشوف هذا الفيديو ما غيفهموش العربيه اصلا. والله الدراري عام وانا ساكن معاه اشنو عام عام الدراري عام ما خدام ما والو كيلعب الكره ما خدام والو، عام الدراري كيصبنوا لي الحوايج وطيبوا لي الماكله ولا حتى فلوس كيعطيوني فلوس وبزاف ديال الحوايج ديوني اي بلاصه بغيتي خرجوني ساريوني فهمتي الماكله اللي بغيتي كيجيبوها لي. والله الدراري شوف الخير الخير لقيتو في البراني ما لقيتوش في ولاد بلادي يا صاحبي، رانا ود بلادي اللي هنا عايش في اندونيسيا وقفت عليه والله والله الا بلوكاني الدراري قسما بالله ما نكذب عليك انت دار لي بلوكا صاحبي شو ديما كنلقى الخير في البراني وما كنقش في ولاد بلادي. داكشي علاش اخوتي تجنب العربي لا مشيتي لاوروبا ولا مشيتي لاسيا جرب العربه الدراري الله يسهل على كل واحد. المهم اخوتي نكمل لكم داك السيده اللي كنت عايش معاها وانا عايش معاها يعني صافي ولاده والولاده ولا بحا خوتي يعني تربيت معاها كبرت معاها وما معاهم تعلمت اللغه الدراري اللغه ديالهم سهله ما صعيبهش بزاف. ما خلوني مخصوص حتى شي حاجه بحال راني جالس مع الوالده ديالي قسما بالله. وراه الدراري انا خمس سنين ما رجعت للمغرب
وتوحش الوالدية بزاف وباغي نشوف ميمتي. الله يخليك لي ميمتي، الله يطول لك عمرك، ولدك توحشك بزاف وراه محتاج لك، وتا الوالي حتى هو الله يطول لك في العمر الوالد، والله ان شاء الله تتشوفني بولادي وبمراتي ان شاء الله يا رب العالمين. المهم هذه قصتي الدراري، اختصرتكم شويه حقاش جيت نعاودكم بزاف غادي يجي الفيديو طول بزاف. المهم الدراري هذه القصه ديالي من تركيا للمغرب لاندونيسيا، نتمنى يعجبكم الفيديو. واي واحد بغى يسولني على اندونيسيا، معلومات اندونيسيا، الكره كيفاش دايره هنا، واش ممكن لك تلعب ولا لا، المهم يخلي كومونتير والدراري بارطاجي مع صحابك شي كومونتير زوين في حقي. ثانك يو سو ماتش فور واتش ماي فيديوز، افري فيديو اي بوستيت، اند سي يو سون. ثانك يو سو ماتش.